السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناه وصفانيت. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطيره قطنيه سهله وبسيطه ورائعه، والاهم من هذا الشيء كامل انها سريعه في التحضير، كتجي من اروع واهش ما يكون بثلاثه كؤوس من الدقيق فقط. وغادي نحضروا رايب سريع، ما نحتاجوش نخليوه ليله كامله كيوجد لينا في نفس الوقت. نبداو على بركه الله. اذا كنحتاجو كما قلت لكم في الاول ثلاثه كؤوس من الدقيق. الكاس كيوزن لينا 100 غرام في الدقيق، يعني 300 غرام من الدقيق. من بعد غادي نغربلوه، ضروري ان الدقيق كيكون مغربل اي منخول. غادي نجيو غادي نضيفو ملعقه صغيره من الملح، ما تكونش مملوءه بزاف، ملعقه صغيره من السكر وكيس سكر نكهه الفانيلا من وزن 8 غرام. من بعد غادي نضيفو هذا الخميره، عفوا الخميره الفوريه اولا المعجونه، خميره ديال الخبز. كنخلطوا النواشف وغادي نديرو ملعقه كبيره مملوءه من الزبده، ما يعادل 25 غرام. في هنايا غادي نجيو غادي نبداو ندخلو الزبده في العجينه. ممكن تعوضوا الزبده باربع ملاعق من الزيت، سواء زيت زيتون ولا زيت عاديه. صافي هنايا كنبقاو نعجنوا بالماء الدافئ حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون متماسكه. صافي بعد ما عجناها غادي نخليوها تختمر، ما نحتاجوش اننا ندلكوها، راه كدلك راسها براسها. صافي هنايا كتختمر العجينه، وفي انتظار انها تختمر غنحضروا الحشوه. في مقلاه كنعملوا الزيت، زيت الزيتون ولا المائده، انا عملت الزيت ديال الطون. غادي نضيفوا البصله، حبه وحده من البصله وحبتين من الفلفل، الفلفل اخضر او لا احمر ولا الوان اللي متوفر عندكم. كنضيفوا الملح وغادي نحركوا هاد البصله مع الفلفله حتى كتقلى لينا. صافي هذه هي الحشوه ديالنا، نخليوها تبرد. كنرجعوا للعجينه كنلقاوها اختمرات، كنستخرجوا منها الهواء وكنقسموها الى نصفين بنفس الحجم. هنا على بركه الله غادي نجيو غادي ندهنوا صفيحه ديال الفرن بالزيت، وغادي نعملوا العجينه ديالنا اولا الجزء الاول من العجينه كنبسطوها. صافي بحيث تكون رقيقه، يعني نرقوها باش ما كتجيناش ديك الفطيره ولا الخبزه العجينه ديالها كثيره. صافي هكا بنفس الطريقه حتى كنبسطوها بالكامل. وغادي نجي وغادي ندهنوها بالصلصه ديال الطماطم. انا هنا راه كنت حضرت معكم صلصه في تحضيرات رمضان، هي اللي استعملت، يعني الصلصه ديال الطماطم منزليه. غادي نعملو نرشو الزعتر اللي كنمرو هكا في اليد ديالنا، وغادي نجي وغادي نعملو الفلفل والبصل والبصله، يعني الفلفله والبصله بعد ما بردوا. صافي وغادي نعملو الطون. هنا الطون راه ممكن تعوضوه بالدجاج او لا باللحم المفروم، لكن الطون صراحه كيجي رائع مع هذه الحشوه. وغادي نضيفو في الاخير الجبن، سواء الموتزاريلا ولا الجبن الاحمر. صافي غادي نجيبو العجينه الثانيه، الاولى طلقناها باليد، هذه غادي نجيو غادي نحاولوا اننا نرشوا الدقيق ونطلقوها بواسطه مدلك حتى يولي الحجم ديالها اكبر من العجينه الاولى، لاننا غادي نلمطوا بها العجينه الاولى. صافي كنجيو كنهزوها وكنجيو في الجوانب وكنبداو نلمطوا بها، يعني كنحاولوا اننا نعملوا العجينه اللي في الاعلى من الاسفل ديال الاخرى. صافي هكا كنستمروا بنفس الطريقه، يعني كنلمطوا هذيك العجينه من الاسفل ديال الاخرى. وفي نفس الوقت هنايا راه عملنا فرن اولا الفرن يسخن، يكون ساخن من قبل على 200 درجه مئويه. بعد ما كيسخن غنقصوا الحراره ل 180 درجه، وبالنسبه للفرن غازي غتعملوا درجه حراره متوسطه. صافي هنايا غادي نجيب واحد
الكيغدون ولا العود ديال الاسنان، وغادي نبداو نثقبوا العجينه باش نخرجوا منها هذاك الهواء اللي كيكون فيها. صافي غادي نجيبوا واحد السكين وكنشرطوا العجينه، ما كنقطعوهاش غير كنشرطوها. بغيتوا حتى تدهنوها بالبيض عاد باش تشرطوها ممكن، اولا شرطوها عاد باش تدهنوها، المهم راه كيبقى لكم الاختيار. صافي هنايا غادي نحاولوا اننا بحال كنعملوا منها مثلثات. من بعد غادي نجيبوا صفار بيضه اللي ضفنا ليه قليل من الحليب وكنبداو ندهنوا في المثلثات. بغيتوا تدهنوها كلها عاد باش تبداو تشرطوا بالسكين، راه نفس الشيء. وصافي هنايا بعد ما كندهنوها غادي نخليوها تختمر واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، وندخلوها الفرن اللي كما قلت لكم ساخن من قبل على 200 درجه مئويه، ننزلوا الحراره 180 درجه ونخليوها حتى كتنضج لينا من الاسفل وكتبدا تحمر لينا من الجوانب. من بعد كنعملوا عليها النار من الفوق ونحمروها من الفوق. صافي هنايا غادي نحضروا الرايب اللي كنحتاجوا فيه نصف لتر من الحليب، علبه من هاد استعملت هاد الرايب الجاهز اللي بالنكهه ديال مزهر، بالنسبه للناس اللي كيعجبهم مزهر كيجي رائع. غادي نضيفوا هاد العلبه راها بالسكر وكلشي، يعني كنحتاجوا بحال شكل ديال الفلون غير مع نص لتر من الحليب. صافي كنوضعوها على النار وكنبقاو نحركو كنخليوها حتى كيولي الحليب على هاد الشكل كما كنقولوا حتى كيفيض لينا الحليب. صافي بعد ما كيفيض مباشره كنكونوا موجدين الكؤوس وكنصبوا فيهم هاد الخليط ديال الرايب، لان الا خليتوه حتى برد طبعا راه غادي يبرد لكم في الكسرونه. صافي غادي نعملوهم في الثلاجه، ملي كيبردوا راه كيكونوا جاهزين، يعني كيوجدوا في نفس الوقت. انا راني قدمتهم مع هاد الفطيره. صافي ها هما بعد ما بردوا لينا، وغادي نوريكم الا كنتو مثلا مزروبين تقدروا تعملوهم في المجمد، شوفوا كيفاش كيجي متماسك. وفي نفس الوقت غادي ندوزو نشوفوا الفطيره ديالنا في بعد ما خرجناها من الفرن. شوفوا معايا كتجي صراحه رائعه، كتجي محمره ومذهبه من اروع ما يكون. نتمنى تنال اعجابكم ونتمنى تجربوها، راه سريعه في التحضير. انا حضرتها هكا للعشاء، نتوما تحضروها للعشاء ولا تحضروها للرمضان ان شاء الله. كنشكركم على حسن المتابعه، ما نزيدش نطول عليكم، غادي نوريكم القطعه عن قرب ونوريكم كيفاش كتجي العجينه هشيشه. وصافي غادي نخليكم مع تشوفوا العجينه، وغادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، ودمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.